والله العظيم انا ما فاهم يعني ايه احنا عايزين نعمل تحقيق دولي بشأن الانتهاكات في غزه، انتهاكات الحرب في غزه. يوسف دي مساله اجرائيه جدا ولازم تتعمل، واحنا مش بنتكلم على كلام فاضي، احنا بنتكلم على مؤسسات ومفوضيات وما الى ده. كويس، ده كلام جميل، بس انا عندي سؤال، هو حصل اي تحقيقات فيما يتعلق بالحرب الروسيه الاوكرانيه على حد علمي؟ لا. وبالرغم من ذلك أرصدة اتجمدت وأصول وناس اتمنعت من دخول بلاد وحدث ولا حرج، حواديت لا، وإيه ده، احنا بنتكلم من الشهر الأول، دب دب دب، يعني لما الأوروبيين والأمريكان خدوا قرار يغتتوا على الروس، لا تحقيق ولا مفوضية ولا محكمة ولا دياولو جمد الأرصدة بتاعت الليستة دي ليه؟ هم الليسته دي قمم لي الشركات دي، اعمل لي مش عارف، امنع الناس دي من دخول هنا، اعمل على اساس فين التحقيق؟ طيب فين الورق؟ احنا عندنا كل حاجه، احنا عارفين كل شيء. يا راجل معقول انتوا للدرجه دي شطار؟ طب وانتوا مش بالشطاره دي ليه مع الصهاينه يعني؟ تصريحات مفوض الامم المتحده لحقوق الانسان فولكر تورك بيطالب فيها بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة. طب يا ترى هل ترى هل هذه التصريحات تداعيات ردود فعل في تحرك ما؟ خلونا هنا نسأل الأستاذ طارق عبود الكاتب والباحث في السياسات الدولية. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. أستاذ طارق، يعني كيف رأيت تصريحات فولك تورك اللي بيطالب فيها بتحقيق دولي بشأن الانتهاكات أو انتهاكات الصهيونية في حربهم على فلسطين؟ كيف ترى هذه التصريحات المتعلقة بالتحقيق الدولي؟ يعني حقيقة الموقف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موقف جيد بالشكل، وهو يدعو إلى تحقيق شفاف دولي عبر الأمم المتحدة لما حصل في الطرفين أو في الجهتين. ولكن ما يحصل اليوم في قطاع غزة منذ 45 يوما، يعني بعد العملية السابعة من أكتوبر، تخطى كل الحدود، تخطى كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية ومعايير القانون الدولي الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية، فوضع المؤسسات الدولية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان ولكل تلك المعايير والأطر التي أسسها التحالف المنتصر في الحرب العالمية الثانية وضعها اليوم في موقف حرج. نحن اليوم مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعمل على تبسيط الوضع. هناك قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وهدن إنسانية وتبادل للأسرى أو استعادة الأسرى والرهائن. أين هو التنفيذ اليوم؟ لا أحد نفذ هذه القرارات. إسرائيل دائما كانت تضرب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بعرض الحرب. نحن نتذكر القرار 425 بقي أكثر من 18 عاما ولم تنفذه إسرائيل، وهذا متخصص في الاجتياح للبنان في العام 1972. القرار 242 كذلك نفس الأمر نفسه. اليوم الأمم المتحدة المؤسسات الدولية رغم الكلام الجميل الذي قاله مفوض حقوق الإنسان الذي يدعو إلى لجنة تحقيق وإلى تحقيق شفاف وفعال، ولكن الإسرائيليين لا يرضخون ولا يستجيبون لهذه الدعوة. لذلك على الولايات المتحدة الأمريكية أولا وعلى الدول الضامنة في مجلس الأمن الدول الخمس أن تضغط على إسرائيل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأن تراعي المعايير الدولية بقية جنيف، القوانين الدولية في الحروب. هذه ليست الحرب الأولى ولن تكون الأخيرة. على الدول
أن تراعي حقوق الإنسان في هذا الموضوع. هذه المجزرة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الإسرائيليون اليوم هي غير مقبولة على المستوى القانوني وعلى مستوى حقوق الإنسان ولا على أي مستوى. وأي تبرير لما يقوم به الإسرائيليون هو أيضا يعني تواطؤ لآلة القتل الجماعية التي تقوم بها يعني يقوم بها الإسرائيليون. على الأمم المتحدة أن تتحرك وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تدير المشهد الدولي النظام الدولي اليوم منذ أكثر من 30 عاما أن تكون أكثر واقعية وأقل انحيازا للكيان الإسرائيلي للوصول إلى هدنة ولوقف إطلاق النار للدخول في مسار سياسي لإنهاء هذه الأزمة. طب بتعتقد دكتور طارق إيه اللي يستلزم إنه الولايات المتحدة الأمريكية تخفف من انحيازها؟ يعني أنا كنت أضرب المثل لسه من دقايق على أنه في الحرب الروسية الأوكرانية الأمريكان والأوروبيين اتخذوا قرارا دون أي تحقيقات على الإطلاق بتجميد أرصدة روسية وتجميد شركات أو يعني استحواذ على شركات لرجال أعمال روس، منع عدد كبير من الروس من الدخول إلى البلدان الأوروبية إلخ ودون أي تحقيقات ودون أي قرارات دولية. هم خدوا القرار عندما أرادوا ذلك. ما الذي يستلزم الأمريكان لرفع يدهم ولو قليلا عن الإسرائيليين؟ يعني نحن عزيزي نحن يعني منذ ثلاثة عقود منذ انهيار جدار برلين والحرب العراقية الأمريكية على العراق الأولى في عام 1990 وخروج الرئيس الأمريكي الأب جورج بوش الإعلان عن النظام الأحادي القطبية، نحن نعيش حالة لا توازن على المستوى الدولي. يعني ما يلزم الأمريكيين اليوم هو غير موجود، يلزم أي طرف مسيطر هو التوازن. ليس هناك توازن اليوم على المستوى الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية تعطي غطاء وتمنح غطاء غير محدود لا زمنيا ولا مكانيا ولا على مستوى يعني الإغال في القتل للإسرائيليين. لذلك الإسرائيليون اليوم مرتاحون بهذا الغطاء الممنوح وبالضوء الأخضر الأمريكي، فهم يعربدون هذه العربة التي يراها كل العالم اليوم. يعني إذا كان الأمريكيون يريدون أن يكونوا وسيطا مقبولا وغير منحاز في الشهور والسنوات المقبلة أقلها عند يعني سكان أو الذين يعيشون في هذه المنطقة، عليهم أن يخففوا من هذا الانحياز. أنا لا أعتقد بأن هناك أي طرف في العالم اليوم يستطيع لجن الاندفاع الأمريكية والانحياز الأمريكي لآلة القتل الإسرائيلية. وهذا ما يحصل في العالم. يعني منذ أن سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على العالم منفردة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم يخرج العالم في أكثر الأوقات من الحروب المتتالية. أشكرك جدا دكتور طارق عبود الكاتب والباحث في السياسات الدولية محدثنا من بيروت.